الروائيه ممكن اقول ذائعه الصيت الان، دكتوره ريم بسيوني، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. يعني الحقيقه مش عارفه يعني ابتدي منين بالظبط، لكن عايزه ابتدي من اسكندريه. انت اسكندرانيه؟ اسكندرانيه، اتولدت في اسكندريه وعشت لحد 23 سنه من عمري في اسكندريه. اتخرجت من كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، أيوة. وتعينت في الجامعه لمده سنتين، وبعدين سافرت عملت الماجستير والدكتوراه في جامعه اوكسفورد. لكن اسكندريه دي بالنسبه لي موطن موجود جوه قلبي، يعني طول السنين دي وهو معايا في كل لحظه. اسكندريه كتبت عن تاريخ اسكندريه؟ كتبت عن اسكندريه في بعض الروايات التاريخيه بتاعتي. أول رواية نشرتها كانت عن اسكندرية، رائحة البحر، كانت على اسكندرية. طبعا هي موجودة جدا في القطائع اسكندرية في بداية الرواية، وموجودة جدا في رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين، لأن اسكندرية كان لها دور كبير جدا في محاربة الصليبيين لما دخلوا أو حاولوا يخشوا مصر. طب أنا برضو عايزة أسأل حضرتك على اهتمامك الشديد جدا بمرحلة معينة من التاريخ المصري، يعني كيف اخترتي هذه المرحلة؟ مرحلة التاريخ الإسلامي المصري مرحلة الحقيقة فيها يعني مختلطة عندنا. طريقة تدريسها في المدارس مش أحسن طريقة الحقيقة، يعني هي أكتر منها قصص على الإنسان وعلى يعني بنائه للحضارة ومحاولته لبناء الحضارة في فترات مختلفة. فإحنا لما بنبص مثلا على دولة المماليك نلاقي إن إحنا سمعتها للأسف وحشة جدا، دولة المماليك، وده الأسباب، يعني ممكن إن إحنا نرجع لأسباب خلت إن الناس عندها فكرة خاطئ. الفكر الشائع حاليا عن المماليك هو فكر خاطئ، ان هم دوله ما سابتش اي اثر، ان هي كانت دوله ضعيفه ثقافيا. لا، في الحقيقه هي كانت قويه جدا ثقافيا وسابت اثار في مصر، ما زلنا حتى يومنا هذا نعيش من خيراتها. يعني لو كان في اكتر اثار موجوده في مصر هي الاثار المملوكيه. فاحنا الفتره دي كانت غامضه جدا، بندرسها في المدرسه كده في كام سطر، وبطريقه يمكن ما اتكلمتش على البني ادمين دول كبني ادمين. يعني احنا شلنا منهم حته الانسانيه خالص. يعني هل هذا مثلا مرتبط لانهم نعلم تماما انهم اجانب مش ولاد بلد، وانهم في فتره من الفترات كانهم الحكام، كانهم المسيطرين، بالتالي ده ممكن يدي رد فعل نفسي ضد؟ اعتقد ان احنا عشان بنحكم على التاريخ بتاعنا الماضي بقدراتنا او مقاومات الحاضر، ففكرتنا عن من هو المصري، الفكرة دي ما كانتش موجودة زمان. يعني المصري اللي هو بالنسبة لزمان تعريفهم للمصري هو اللي اختار مصر وطن يعيش فيه، يموت فيه، يبني فيه، يجعل القاهرة عاصمته. فهيعمل ايه اكتر من كده عشان يبقى مصري؟ يعني تمصير او الفكره ما كانش ليها علاقه قوي بفكره النوع، يعني هل هو نوع ايه او جاي من مين اجداده. لا، هي كانت فكره اكتر باختياري لهذا المكان كوطن، ومكان متقبلينه جدا المصريين في الوقت ده. يعني احمد بن طولون مثلا في روايه القطائع، احمد بن طولون ما قدمه لمصر هو يعني ممكن نعتبره مؤسس الدوله الوطنيه المصريه في التاريخ الاسلامي. ده حتى مش كلامي انا، ده كلام المؤرخين الاجانب كمان. يعني اذا كان في دوله وطنيه مصريه بدايه من ان هو يشجع المؤرخين ان هم يبتدوا يكتبوا على مصر كدوله مختلفه لها ثقافه مختلفه، فهو احمد بن طولون. لكن هو اصله منين؟ لا، يعني ابوه جاي من بخاري، بعد كده هو اتولد في العراق، لكن هو قرر ان هو هيعيش في مصر، هيدفن في مصر، هيبني في مصر. فبنى مدينه كامله اللي مدينه القطائع، بنى المسجد بتاعه اللي هو يعني من اهم الاثار الاسلاميه الموجوده في العالم، مسجد احمد بن طولون. أيه. فهل نعتبر احمد بن طولون مصري ولا مش مصري؟ يعني هي دي برضو السؤال الكبير اللي احنا لازم نتكلم عنه. يعني زي ما انا كنت بكلم حد متخصص في التاريخ وقال لي في فكره في التاريخ اسمها presentism، يعني انا دلوقتي بتكلم على الماضي بافكاري انا عن الحاضر. لان احنا في الحاضر دلوقتي عندنا فكر مين هو المصري ومين مش مصري وازاي في حاجه اسمها محتل، لكن في الوقت ده ما كانش عندهم نفس الافكار، وكانت الافكار بتاعتهم او يعني تصورهم للهويه مختلف تماما عن تصورنا حاليا. لكن مؤكد انه يعني مصر مرت بالعديد من الاجناس اللي جم وسكنوا في مصر واصبحوا هم الحكام، ومن هنا يمكن رد فعل المصريين لانهم غير مصريين في النهايه. يعني هو يعني برضو هم قدموا لمصر، يعني ممكن يكونوا قدموا لمصر الكثير، لكن هم في النهايه مش مصريين، ومن هنا كانت يمكن هي رد الفعل العكسي. يعني ويمكن كمان عشان ما كانش باين لنا قوي في التاريخ اللي احنا درسناه، طب دور المصري كان ايه؟ يعني دايما السؤال ده كان حد بيسالوني، طب المصري كان دوره ايه؟ انت بتكلمين على احمد بن طولون، لكن لو فكرنا ان احمد بن طولون لما جه يجيب مهندس
يبني له المسجد بتاعه اللي هو يعتبر زي ما اتفقنا حاجة من أهم الآثار الإسلامية في العالم. أيه. هو جاب مهندس قبطي من فرغانة في الشرقية مسيحي، فهو يعني اعتمد على المصري، اعتمد على المصري المؤرخ، اعتمد على المصري المهندس. يعني مقريزي يقول لنا على المهندس سعيد بن كاتب الفرغاني كان حاذق في الهندسة، فأنا بالنسبة لي سعيد بن كاتب الفرغاني هو استمرار للمهندس المصري القديم اللي بنى بابتكار وإبداع وإتقان مش موجود عند أي حد تاني في العالم. فهو الاعتماد كان على المصري في كل شيء، القاضي كان قاضي مصري، المهندس طبعا بتاع المماليك، المهندس بتاع دولة القطائع، المهندس في الدولة الفاطمية كان دايما مهندس مصري، مؤرخ مصري، يعني قاضي مصري. فالمصري كان ليه دور كبير جدا، يعني مش المصري ما كانش قاعد زي ما احنا درسنا كأنه ما كانش بيعمل حاجة لمدة 1000 سنة وبعدين فجأة نهض، لا هو كان طول الوقت ده يقاوم أي ظلم يقع عليه على مر العصور يعني.